من خلال هذه الاتفاقية اللي توقعت أمام سيد رئيس الحكومة غادي يتم تمويل واحد البرنامج ديال أولا تأهيل واحد الأعداد ديال ليستاد اللي تهيئ لا لكان 2025 ولا كأس العالم 2030 وبما فيهم المركب الرياضي اللي غادي يكون جديد ديال بن سليمان. هناك تعليمات جات الملك الله ينصرو اللي باش هاد التجهيزات الأساسية تكون في مستوى دولي وتلائم مع بطبيعة الحال كل المعطيات اللي هي ضرورية في دفتر التحملات لا ديال فيفا ولا ديال الكاف. والاشغال راها انطلقات في واحد العدد ديال لاعاده لهذا التاهيل ولا ايضا فيما يخص ستاد ديال بن سليمان باش يكون ليتود اركيتكتورال ديال هذا الستاد اللي غتكون هي الانطلاقه ديال هذا المشروع ان شاء الله. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.